أنا بكره ثلاث شغلات بيا الدنيا: التعود، وحدا يأمرني بشي، والكسب. بدك تنسي كل شي بتعرفي. إليلي، كيف خدعتيني كل هالسنين أمي؟ إليلي! أنا بعرف قديش الحقيقة بتجرح. رح أعمل كتير شغلات بعيلة الكراشاي، أنا بورجيكم والله لدوقهم الويل. النهاية مو مهم إذا كان الواحد مبسوط أو زعلان. اسطنبول الظالمة، الجزء الثاني، من السبت إلى الخميس، 9:00 مساء بتوقيت السعودية، على زي ألوان.